كيف الربا؟ هل في طريقة المعاملة أي دفع فائدة مركبة بالزيادة الشهرية على قيمة القسط، أم في دفع فائدة ثانية لا زيادة في قيمة القسط؟ وهذا ما تفعل البنك الربوية. أنا لا أدري ماذا يفعلون، لكن الربا هي الزيادة، الربا من رباب معنى زاد، والربا له صور، إما ربا الأجل وإما ربا النسيئة. وربا الأجل، ربا الأجل هو أن الإنسان يقترض من إنسان آخر، يقول أعطني 1000 على أن أرده لك بعد شهر 1200، هذا واضح، هذا ربا الأجل. أما ربا النسيئة وهو قريب من ربا الأجل، بعض لا يفرق بينهما أصلا. ربا الأجل النسيئة هو أن يعطيه 1000 على أن يرده له بعد شهر مثلا، يرده 1000 أو أكثر من 1000 بغض النظر، ثم يأتي الشهر ولا يرد، لا يستطيع، فيقول له أجلني، فيقول أؤجلك وتزيد، يعني تدفع زيادة على الأجل، هذا ربا النسيئة. وهذا الذي قال الله تبارك إنما النسيء زيادة في الكفر، لو التأخير مع الزيادة يؤجله ويزيد عليه، هذا ربا واضح. بالنسبة للسؤال أنا ما أعرف طريقة البنوك هذه، لكن إذا كانت الطريقة هكذا يقولون له نبيعك، أعطونا شيء نبيعه، هذا نبيعك هذا مثلا، هذه العلبة نبيعك إياها 1000 نقدا أو 1200 مقسطا، جائز. فإذا قالوا له نبيعك إياها 1000 نقدا أو 1200 مقسطا وكلما تأخرت في السداد نزيد عليك 10 دنانير، هذا ربا لا يجوز، كلما تأخرت زدنا عليك، هذا النسيئة، هذا ربا النسيئة، هذا لا يجوز. فالقصد أن الربا واضح جدا، لكن ينتبه الإنسان قضية هذه الأقساط المركبة هذه أو الفوائد الربوية المركبة، أنا ما أعرف طريقتها، من يعرف طريقتها يشرحها لنا أو يبين، أو صاحب السؤال إذا كان موجود تفضل. السلام عليكم. السلام، الله يسلمك من الشر. في بخصوص هذا الموضوع، في بنوك ربوية تعامل بالقسط الثابت، إيه؟ تعطيك يعني تأخذ منها قسط ثابت 50 دينار 50 دينار ثابتة. زين. في بنوك إسلامية تبيع لك بضاعة ما تملكها. إيه. الإسلام ما أجاز لك تبيع بضاعة أنت ما تملكها. زين. فتبيع لك البضاعة هي مو ماركتها وتأخذ عليها اللي هي الربح. فالقصد أن البنوك الربوية ماشي القصد اللي هي ما في قصد مركب. ايه. وتسبق تحذرنا ان نتعامل مع البنوك الربوية ولا نشجعها. صحيح. البنوك الاسلامية تبيع لك بضاعة ما تملكها هي بالاساس. حتى بعض الساعات في بعض البنوك الاسلامية تبيع لك بضاعة ما تملكها لكن عن طريق ناس من الرافضة. فالمقصد انه هني في هني يعني في يعني الاسلام رفضها انك تبيع بضاعة ما تملكها. هي بنك اسلامي وهني بنك ربوي لكنه شو اسمه يعطيك القسط لكنه ثابت ما في. ممتاز، جزاك الله خير، تسلم. اذا كان القرض ربويا يعني تدفع هكذا وتردح بزياده، هذا ربا واضح جدا اللي ذكره، اللي هو قضيه البنوك الربويه. البنوك الاسلاميه اللي تتعامل بالمرابحه تسمونها المرابحه، هذه يبيعك شيء ما يملكه، لا يجوز، لا تبع ما لا تملك، ما يجوز إنسان يبيع شيء لا يملكه. لكن يصير أحيانا يكون ما حوله باسمه، لكن مجرد أنه يقول اشتريت ويقول البائع بعت ملكه، حتى لو لم يحول. التحويل غير التحويل توثيق، التحويل توثيق، لكن التملك بالكلام، مجرد أن يقول اشتريت ويقول الثاني بعت، أو يقول الأول بعتك والثاني يقول اشتريت، تم البيع، فهذا بيع. وإن لم يقبضه، على خلاف هذه المسألة، هل القبض شرط أو ليس بشرط، مسألة خلافية بين أهل العلم. دخل وقت شيخ، ها، يلا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.